فسح المجال لتربص المنتخب التونسي ليستعد بعد أقل من أسبوعين لخوض غمار كأس أمم أفريقيا، تواصل بطولة نسمة سوبر ليج القسم الثاني نشاطها في مرحلة سوبر بلاي أوف. فبعد جولة أولى حملت في طياتها صعود فرق وسقوط فرق أخرى، يواجه اليوم في إطار تخطيط قناة نسمة لمباريات الميني فوت الاتحاد الرياضي بالساحل ضيف الأمل الرياضي بالقصرين. أصحاب الأرض اللي بداوا بداية موفقة في مرحلة سوبر بلاي أوف بتحقيق الانتصار 1-0 ضد جمعية سبيت لا يسعوا لمواصلة الانتصارات على حساب الضيف الجريح اللي تلقى خسارة مفاجئة فوق أرضه الأسبوع الفارط ضد سبورتينغ النحال بنتيجة 2-0. التنافس بعد زوز جولات بدأ يشتد على مراكز الصعود لقسم النخبة، فبين اتحاد الساحل وقصر الهلال وجمعية سبيتلا والحامة والنحال حوار كبير من أجل مركزين مؤهلين للصعود بين الكبار، فمن ستكون له كلمة الفصل في ثاني جولات مرحلة الصعود اتحاد الساحل أو جمعية القصرين؟